يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وبابا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله ومعملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. اتنين بجد المصحف؟ ايوه عشان تعوض اللي فاتك. انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس؟ على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزيني بركات. صعب على سنك. قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. أؤمر. ممكن اطلب طلب؟ أؤمر. ممكن يبقوا ثلاثة؟ أنت طماع. كذاب وصريح وطماع. والله بقى والنبي. خليهم ثلاثة. خد بيت حلاوتك يا حاج، أنت جميل قوي يا حاج. بس على فكرة أنت مش هتستحمل ثلاثة. مش مهم أولع. مش مهم. هموت. المشكلة بس عملت كده. ده ما حصلش أي حاجة وأنت بص. أيوة فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص أكلمهم لك. ماشي طب أسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا أصلاً. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت. اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ بس اطمن ابوهم مات. مات؟ ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا كلمه. بكام بقى دول؟ دول ثلاثه يبقى 3000 دولار. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هدي لك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجه في امريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. واحنا هنبقى تمام. واحنا في التمام. ماشي تمام تمام. ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونرد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا ما بقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف. بس نرجعهم له اول ما نلاقي الكنز ان شاء الله. شيكو شيكس. الو يا مستوره. لا مستوره شيكو. لا انا عايزها مفضوحه. مش انت تفضحها بقى. ثانيه واحده ثانيه واحده. بقول لك ايه، انت نسيت الولاعه بتاعتك معايا. بس احنا يعني تمام. لا مليناها. شيكو عايز ايه؟ بيجيب ما تتاخريش بقى. ماشي يلا سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. يلا تبقى طب بنجيبه ايه؟ مليطه ايه؟ بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شمرت. فراخ شمرت؟ اللي هي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. ايه قوي؟ قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي ما احضرش. عشان انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا نحلين وقبري. طب هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس. ها؟ لا لا خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا 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 انا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص. عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا قد ايه؟ حلو جدا. مرسوم. والله العظيم مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم. نشغل لك. حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه، اي حاجه. لو انا بسالك اباحيه. حاجه اباحيه. هات اسحاق ياسين. حاجه اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في ايه؟ انت بتلبس الاخضر ومش عارف ده حصل لك. بتجنن. اطلع يلا هات لي الفلوس. ماشي ماشي. زود سلطات؟ زود يا حاج. لو حد سالك ها قولي له ان خالتي. ماشي من عينيا يا روحي. لا بالراحه عليا. اهدي والنبي. هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحه عليا، ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده. اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعي لنا البريلو وحمري لنا الناجتس. ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده فيها همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما اعرف مين ده. بقول لك ايه، انت كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني من الاول. يا ست انا لوحدي بس. انا ده جثه وانا اللي قدامك. انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود. يا نهار اسود. اختفي هنا اختفي هنا. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم اهلا وسهلا. افتح.
معلش يا فندم، بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي ده؟ انا شريف يا فندم معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها، بس حضرتك ما ادتناش فرصه. دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع على هي بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط. ده بس هو السلم اللي طويل، انا هطلع ابوسها وانزل على طول، بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ اي انا خله في الملافله تن ترارارن تن تن. السلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف، مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا ومقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز انت تشرب سيجاره مثلا، خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجه. يعني حاجه ايه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى فيه اوضه، الاوضه دي بتاعت ايه؟ وبتسال ليه؟ لا اصل انا كنت بدور على حاجه جار جديد، وهنا الاسم جنب الشغل فهيبقى مصلحه. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجاره تانيه. ايه؟ لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عم بنهزر معاك، خد سيجاره ثالثه. ايه؟ طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، ده كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين، والتستر على مجرم كده اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما الراجل الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا مبيات عندي؟ لا انا قلت لا، اذا عوزتوا اي حاجه بقى بكلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص؟ مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية، ان مبيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نغرف في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا، انا عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. غلطه اللي بتتكلم بيها دي، شوف شبك يا. مردش ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته؟ انا جوع تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز؟ حظ ذكر. معلش بقى ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا، هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين؟ يالا على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى.
صدق قال الله انها فكره فكرتي. بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت حرامي. حرام جريني جريني حرامي. حرامي ما تمشي معايا حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي تسرق قدام الاسم يا فاجر. لا 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 ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني جريني خد اسحبه ابو ده. انا هخش. استنى استنى فين السندوتشات اهي. اسحبوا يا شويش. اسحبوا ايه؟ لا بلاش الحاجز ابو دهبي. ابو دهبي ما تسيبنيش ابو دهبي. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحاجز لا حرامي. طب المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عالي قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا. جسمي كله متخشب. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. شكله كده خطر قوي. هو كان خطر بس بيتهيألي ان التاني ده اخطر منه. اخطر منه؟ انت ما شفتش عمل في الفحل ايه؟ امال هيعمل فينا احنا ايه؟ بصوا بقى ايه رايكم في الكيوتا ده؟ ده عجوز قوي يا سيف. ما هو ده قديم خبره الدهن في الدوالي. ده احنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا. بس انا لقيته. شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شكله احسن واحد يتكتك لنا. ياد ده مخبر. ياد ايه الظن ده؟ عرفت منين انه مخبر؟ اهو لبسه عامل زي الافلام الابيض واسود. انت ما شفتش شروق وغروب؟ شفت شروق بس. ما تعيطش ياد. مفيش حراميه يا جدعان يعيطوا. هظبطهولك دلوقتي يا عم رضا. اهلا. اهلا ايه وسهلا ايه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم رضا؟ عيل قليل ادب ماسك مانتو وعمال يثبت العيال في الحاره. ما يثبت العيال في الحاره. ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني. وبعدين تعرف الواد ده تبع مين؟ ده تبع المعلم سلطان. يعني مش هيحل لان الواد ده من تلامذته وكان بيعمل الهوم وورك. على العموم احنا خدامين المعلم سلطان وعياله. معلش يا حبيبي عندي دي لمؤاخذه. حلاوتك يا اخويا ونعمل بيها ان شاء الله لمؤاخذه. دي نصرفها من ان يجزخانه. خلاص يا ست الستات شوفي ايه اللي يخلصك وانا خدامك. هات 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ هو قال لي ليه مش عشان نعالج الواد؟ ايش مكركرون على شاش على جاز على زفت على دماغ. بس 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 ال 100 جنيه يا ست الكل وما تزعليش روحك. هات وما تبقاش تعملها تاني. على عيني. تعالى اهو. خد يا 20 جنيه اديها لامك وسلم عليه. 20 جنيه بس؟ ده انت لسه لاسعى الراجل في 100. انت مالك يا ابن اصحاب شاب بدل ما كشم لك في وشك امشي يالا. طب ودي اللي هوريك والله لو قلنا مين تشبشب لي. والمصحف اللي ركبها لك في وشك امشي يالا. بابا بابا. هي دي هي دي هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي ايه؟ دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسه بقت محاميه بقت دكتوره مهندسه ديلر. الكلام ده يا ما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيده شيحه واصحابها دول. يا جماعه بس هي مهما كان هي بنت. بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض اشرط عليكي شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش. الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايزه اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكرة قوي. لا على ايه؟ ما تقلقيش مصاريفك كلها هتبقى عليا. اكلك وشربك ولبسك انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربه عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق. مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا. اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجة ومين الحاج؟ الحاجة أمي تقابل الحاجة بوكي. أنت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص. مجمع ترى سجن المزرعة. إيه ده؟ أبوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. وما قلتليش ليه؟ كنت أوصي عليها أبويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي.
باي باي عسلية. ما تخافش يا سيف. اهدى اهدى. السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعة على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي فنان معروف من اربع حروف. بندق، انت ايه اللي جابك هنا؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطه. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. ما اعرفش ولا شفت رشيتها. بندق، ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه حاجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي 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 جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبان. لا بقول لك ايه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي 2 المره دي يا جماعه. دي بتقتلها بتقتلها. كفايه كفايه كفايه. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي انا وشيرين، وانا جايبه هنا عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت العم ذهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين. وانت مالك انت ومال العقد؟ يا حرامية يا بيئة يا جربوعة، انت مالك يا بوليس يا نيابة؟ اصبري بس يا حاجة بطة، ما فيهاش حاجة. يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا برا. انا بندق انا بندق بندق. يا حياتي عليك، ازيك؟ بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي افتحي بقك يلا ايفون، ما تغلبينيش. بقول لك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تقفر، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافيش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا. دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ شريهان انتي نمتي؟ امال بتردي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايمة. طب بقولك ايه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير. ازاي يعني مالتو مليونير؟ يعني ما ينفعش. يعني كان عنده مليانات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز.
الرز. ايوه صح، الرز ممكن يبقى عدده اكبر. طب يلا يا عروسه يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن مديتيشن يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4 مشت 2 3 4 شد 2 3 4 مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه ثانيه والمديتيشن حاجه ثالثه، بس انا قلت لك عشان هما الاثنين من نفس السكول يعني. ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التامل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجه ايجابيه، وتفضلي تركزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طب ما انا اساسا دماغي فاضيه ما فيهاش اي حاجه من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضيه استافها كده، قصدي فاضيه يعني كلير، صافيه، عندك سلام داخلي، ريلاكست لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجه نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي انت طلع عندك عليا ومخبيه علينا طول الفتره دي، فكرتيني بنشوه. الله يمسكي بالخير يا نشوه، كانت عامله زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له عم عطيه خادم الجامع، هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لما كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها ايه بقى؟ ايه خشنه؟ ده السفلى عشان انت العليا. يا حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقولك ايه، كل حد هيشوفك هيقولك شريهان ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوينج كده. 3 شهور حلو فيهم؟ ايوه ده انا لو وظبت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضة هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني حيوانة. انتي بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قادر اعمل يا عم بيبي. يا هبلة يا بنت الهبلة. خير من اللي احنا في عشان بتزعق. انت اللي زعقت، انت اللي نرفزتني. غطي انت. بص بيعمل ازاي يا ربي. كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضر عليكي دي. هو انا بسالك انت؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي؟ انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي نيلي بقول لك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين، السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي.
ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجنز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطك كتير وحاجاتي كتير؟ زلت لسان، غلطت يا نيلي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بجامة. سوري، مش هديكي بجامة. ماشي ماشي، انتي حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانتي حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك كده. بس 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 بليز، تفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس، عشان انا هغسل لبسي وانشره بكرة يبقى زي الفل. Whatever. على فكرة لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعة 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكرة انت مكسوف تقلق عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهمني. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المية سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني مع لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما بتقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه. لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى، شد شد. ايوه قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شريهان ليه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ شريهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان ناخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجرة بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجرة والتجارة يعني تجارة شطارة. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج؟ في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء، المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوة والزمالة. اخوة وزمالة بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب 10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني؟ عارف دي اللي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني. يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه لسانها طويل، لكن هي في الاخر في الاخر في الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش شربش سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ سيبها. واحنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبقى. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما.
اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا يعني، ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش نلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه، انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر يعني، الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتهوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتهوش ليه؟ هي حره، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسال. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعده برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتهوش ليه؟ عشان مو ويردو شويه غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي بس اركب وشي على دماغه. ماشي قصدي على جسمه. ماشي. مو هير اكسكيوز مي. هلو شيتوس ابو الكباتن. هاني الشنط. تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكم، بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي رامي العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهان، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شريهان بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد دفنتلي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعة ما دخلنا الفيلا، ده جثة ده ولا ايه بقى؟ جثة تاني؟ أنا كده مش هعرف أسوق، مش هعرف أسوق. سوق ايه يا متخلف؟ أنت معاك عربيتك أصلاً؟ قول مش هعرف أعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو أنا نيلي، أنا جيت. مو ار يو اوكي؟ أنت كويس؟ أنت عايش؟ أه عايش بس كنت مريح شوية. ايه ده؟ نيلي هاي. هاي سوري ما خدتش بالي، بس انت ايه اللي اخرت كده؟ اتاخرت ايه؟ الساعه 11. يا نهار ابيض، ايه كان وراك حاجه؟ كده مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول، بقلول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم؟ بصي في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه كده كتير والله العظيم، هيجيلي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعه؟ انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟
هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركوا، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني for like 2 or 3 days. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مركبيه، ده لينا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف، ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما، احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام، وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita whip, bonita cinturita, bonita whip, bonita cinturita, bonita whip, bonita cinturita, bonita whip, bonita. Fuego. Come on, get what you got, what that fuego. Síguelo, tengo un ritmo que pone a retumbar ese bum bum, porque ese cuerpo tiembla como sismo. La zona se calienta, demasiado violenta. Acelera rápido, dale, muévelo rápido. Acelera más rápido, dale, muévelo rápido. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más trabajo es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy yeah. Eléctrica, magnética. مساء الخير. لو سمحت مستر محجوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضل. ثانك يو يا انكل، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري، بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول. عندنا هنا مخيتو يجنن. مات تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا بنت، اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. ها وانتي ابوكي عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانتي باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا دس فيها بيعملوا إيه. حلو قوي الملوخيتو ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله بقى تاشا. الملوخيتو ده؟ ايوه. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول
تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيه بتاعك تدوي. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول. يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخيه او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراوله ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه ده؟ فعلا بنت عبد الحليم. هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيته بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيته. انا بقى انا مش شايف ايه. كيف انا ملوخيته؟ سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيته ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا. ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا 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 الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي. ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق. حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي، أنت قدرتيني ونمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس إيه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. يعني إيه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حتة وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة، والارقام كمان كلها مظبوطه اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جده قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده. انا ما بقتش فاهمه حاجه خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميله جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوه المانو بتاعته اللي هي العريحه ولا مظبوطه، والسيجار في ايده يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي. السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العذاره، السمر الحياره، الشقر. لا انت كده هتفقع لنا المراره. انجز. حاضر. العدد ده بصراحه دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق. ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين. نشوف كده الرقم. صح. العدد ده 38 صفحه. اعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحه فعلا، ده ناقصك. طب كده دول اربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه؟ شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا. أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة أوي أوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لأ ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما هتقعد تقول لي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. أنا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟
أما الآن فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء وأشروا في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح إن هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح إن هما يا إما أخوات يا قرايب، الله أعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على أي معلومة أخرى، لكن الشرطة بتحاول تستفسر أكتر وتعرف أكتر من شهود العيان. كان معاهم أيضاً شخص خامس، وهو كان منتحل شخصية ضابط، وهو أيضاً اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث أو الجريمة. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصورة عن اللي حصل اليوم ده، والشرطة بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على أي حد يلجأوا للشرطة مباشرة. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسماً بالله شوح الإزازة دي في دماغه، وأنا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس خليه سابونة لوكس. يا سلام يا سلام، فينك المكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف أولادك وأحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعة، في حد قاطركو؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان محدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكرة صايعة دي، فكرة مين بقى الفكرة الصايعة دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا؟ على فكرة انتوا معروفين جدا وصوركم مالية التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني. بقول لك ايه صحيح؟ محدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقول لك ايه يا انت وهو، احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقول لك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده محدش عرفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزاروا وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيف الاعزاء، اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في موزز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه؟ ده مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نروح دار النشر عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكوش، يخرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه، انت هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. اتفضل. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني ما فيش اي حاجه، كانك في بيتي. اعتبريه سيف. انت بتخافي مني؟ اعتبريه سيف، بس وانت قاعده بيمسكي حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليك. ايه بهزر معاك، انا هتصور معاك لما اجي. ماشي هتصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا. نطلع فوق بقى، التكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات، بس ياض يا هبل انت اطلع فوق. ياض حاضر يا باشا، مؤاخذه. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس تفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. ما انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بعد وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده، والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطه؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لا مؤاخذه محدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضره الضابط، حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضيه؟ اولا شروع في قتل الفنانه هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا
بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ، منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص ده انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه. انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش، قول ان شاء الله. يا حضره الضابط، انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. جرجرتهم whatever، ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. مين اللي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف، انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط، هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط، هاني واتشي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري. سوري او وات ايفر. هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي، تعال خده. استنى استنى. طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا. بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا. تاج وكل اللي انت عايزه. عيني. يلا خش خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة، حلوة، الولاد يفرحوا بها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ امال احنا شيل البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلدية هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانة. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت، كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو، اتلقى هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلاقى حالا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلب نفسه. يلا يقلب نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تستدى انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل. محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه. اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده يا اختي؟ جميلة عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجربية البستاج. طب يلا انت هو اتلقى هنا. شوف بقيت معلم. السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكرة. طيب خلص. طيب ماشي. بص يا معلم، واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة. يلا مسهوكة يا اختي. يلا يلا. انت مسهوكة؟ قال لك انت مسهوكة. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا، شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ تونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. هذا ضاحي. ايوه يا معلم. حسيت كورنيش الجزمات؟ والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك هات. حاضر يا معلم. حسيت انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45، لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين. ده انت طلعت مسخة بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. امال اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا يا اخويا ربي عيالك.
ربع عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ ايه؟ تتحداني؟ اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعة مش أقل من السيجارتين. تقولي اي حاجه يا شريهان. هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي. فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شريهان لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. ما تلمي رجلك يا بنت، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسه، مش عشان انا لابسه لكم التاير ده ابقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو. احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم. بقولك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا يا بنت انت وهي وسعيلها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا اختي. هي الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود أسود. دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة، كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاجة سعيد، أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي، أنت واحدة بالليمون تاني. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ.
أبيك عامية 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 نفسك شويه. حطي عندك وخف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون، انت بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين قاعدين. لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءة. براءة من انهي قضية يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا في مكتوب في القصة اللي في المجلة ان الفلوس موجودة في الأوضة السحرية اللي تحت السلم، يعني يا اما الأوضة دي يا اما الحجز بتاع الرجالة. هنا فين؟ انتوا مجانين. ايوه يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيلة جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده شريهان المجلة يمكن نفهم حاجة. يا نيلي اطلع المجلة ليه؟ ما هي معروف اللي فيها، ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الأوضة السحرية. بس ايه علاقة دونجل بالأوضة السحرية بالشطرنج؟ معرفش، ما انا قاعدة معاكي زي الهبلة اهو. شيرين ايه؟ بصي على الارض كده. مالها بقى الارض يا نيلي؟ هتقعدي تقولي لي معفنه ومطربه، مش وقت تناكه خالص. لا الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبيه، البلاط الابيض والاسود الشطرنج.